بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد احل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدور كله امين. اليوم تحتفل كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه بعيد نياحه القديس ساويرس الأطار، وعلشان كده لما بيكون احد الرعاه القديسين بيقرا فصل انجيل يوحنا الاصحاح العاشر فصل الراعي الصالح. الراعي الاعظم هو ربنا يسوع المسيح، وكل راعي صالح أو لكي يكون صالحا لابد أن يتشبه بالمعلم الأعظم اللي قال تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب، واللي قال الراعي الصالح يبذل نفسه عن انحراف. وحياة القديس ساويرس الأنطاك كانت حياة بذل، كان ممكن أن يحيا حياة مريحة هنيئة لأنه كان متميزا في دينه على المستوى العلمي وعلى المستوى المالي والاجتماعي، ولكنه اختار حياة التكريس لله ودعي إلى الخدمة في فترة عصيبة في تاريخ الكنيسة، الفترة اللي حصل فيها انحرافات عقائدية وانقسامات وانشقاقات بسبب مجمع خلق دنيا. وكان الأرثوذكسيين مضطهدين، فالفترة اللي عادها كلها كانت في كفاح وجهاد وألام، ومن أجل ثباته على الإيمان جه إلى أرض مصر أبعد عن قرسيه، فلم يجد أمانا وسلاما ومكانا يمكن أن يمارس فيه خدمته أفضل من مصر، من شعب مصر كان أرثوذكسي وتميز بثباته على الإيمان، وده كان برضه من حظنا، وأنتوا عارفين مصر تميزت بحاجات كتيرة أوي ربنا يسوع المسيح نفسه جه فينا، وده أعظم تميز. معظم الأنبياء جم مصر، فكان القديس ساويرس عاش في مصر حوالي 20 سنة أو أكتر كمان. جه في فترة ربنا أعادته ليها، كان هو درس حلو قوي، درس القانون والفلسفة واللاهوت، وتتلمس على كتابات الآباء القديسين ولا سيما القديس كرولوس عمود الدين أو عمود الإيمان وكتابات البابا أثناسيوس وكتابات الآباء الكبادوك اللي هما تتلمذوا على فكر مدرسة الإسكندرية أيضا زي غرغوريوس اللاهوتي وغيره. وحباه الله بنعمة وذكاء وحكمة كبيرة جدا، فقدر يقود الأرثوذكسية بالروح القدس اللي فيه في مقاومة هذه البدع وهذه الارتكار. لأن الكنيسة لما بتلاقي ديكارت من الخارج بتبقى أهون من الديكارت اللي بتجيبها من الداخل. من الخارج معروف
لكن المشكلة لما يكون في الداخل دي بتبقى صعبة قوي. وده اللي قاله عنه ربنا يسوع المسيح: البيت الذي ينقسم على ذاته يخرب. عشان كده حتى في الأوطان تماسك كل شعب ووطن يبقوا ايد واحدة وقوة واحدة، فتكمن قوتهم في وحدتهم. أصعب حاجة روح الانقسام والفرقة، لأنها ضد المحبة تماما. لكن في ناس بتصر أنها تكون منشطة ويحاولوا يفسدوا الإيمان، فربنا ما لا يترك نفسه بلا شاهد. فهي مثل هذا القديس يكون في هذه الفترة اللي بقى فيها تلاعب في الكلام والألفاظ والمعاني. بعد مجمع خلقدونيا اللي هم أقر ببعد الطبعتين، قال إن السيد المسيح طبعتين ومشيئتين في أقنوم واحد أو شخص واحد، وهي نفس بدعة نصور بس في ألفاظ أخرى. نصور قال المسيح أقنومين وطبعتين، في خلق الدنيا قالوا طبعتين ومشيئتين وفعلين. لما قالوا مشيئتين وفعلين يعني هم زي نصور، وقالوا شخص واحد. فطبعا افتكروا لما هيقولوا كده ان اقنوم واحد او شخص واحد هيخدعوا الناس، في حين ان يخلوه اثنين في كل شيء، طبعتين وفعلين ومشيئتين. في حين طبعا الارثوذكس يؤمن ان ربنا يسوع المسيح هو واحد في كل شيء، له طبيعه واحده من طبيعتين، هي طبيعه الاله المتجسد. هو ابن الإنسان وابن الله في نفس الوقت، لكن هو واحد، الطبيعة بتاعته واحدة، لكن تجمع كل خصائص الطبيعتين مع بعض بالاتحاد، لها كل الخواص والصفات النسوتية ولها كل الخواص والصفات اللاهوتية، لكن طبيعة ايه؟ واحدة. والتاني يبقى شخص واحد وأبوهم واحد. وأبانا إدوا تشبيهات جميلة وبسيطة بكده. الإنسان نفسه بيتكون من جسد وروح، لكن هما متحدين مع بعض. لا نتكلم إلا عن الطبيعة البشرية، ما نتكلمش على الطبيعة الروحية والطبيعة الجسدية، الطبيعة واحدة اللي هي الطبيعة الإيه؟ البشرية. له كل الصفات الروحية والصفات الجسدية، لكن هو طبيعة واحدة وشخص واحد، ده الإنسان عادي. شبهه أيضا تشبيه آخر الفحم أو الحديد المحمى بالنار. لما نجيب قطعة فحم مشتعلة مولعة نار كده، تجمع كل خصائص الفحم وكل خصائص النار مع بعض، لكن نتكلم عنها حاجة واحدة. يعني لو جبنا حتة فحم كده مولعة وحد مسكها في ايده كده وسألته انت دلوقتي ماسك ايه، هيقول ايه؟ هيقول ماسك ايه؟ لو قال فحم هقول له خليك ماسك. لو قال نار بس، طب هي النار بتتمسك؟ الفحمة مشتعلة، يعني هي كلها على بعضيها تحمل كل خصائص الفحم، انها بتمسك، لها حد، لها وزن، لها كتلة، كل الصفات الفحم موجودة، لها ملمس صلب، وتحمل كل صفات النار في الإحراق والاشتعال والتوهج. هي واحدة. وكذلك الحديد،
لما هيجي يطرقوا الحديد كده عشان يشكلوها محمر بالنار، النار بتقع على ايه؟ النار بتتأثر، النار بتقع الحديد المحمر بالنار. هيقول لي ازاي؟ طب هو النار ما بتتأثرش؟ لكن بقى حاجة واحدة زي الإنسان لما يبقى خبط واحد اتضرب كده، الألم بيقع على ايه؟ الجسد. لكن ما بقولش ان وقعت على جسده وبس، ضرب فلان كله، لكن معروف انه تألم بالجسد. عشان كده احنا نقول ربنا يسمى صياما ظهر الموت بالجسد، لكن هو واحد، وده اللي بيدي قيمة للفداء والخلاص، وده أهمية الموضوع كله. عشان لما نوصل، لو قسمنا الأفعال عمل كده بإيه؟ الإنسان، وكده الإله. الإنسان طب هنيجي على الصليب، مين اللي اتصلب؟ بحسب الفكر يبقى إيه؟ كأن الناسوت بس، لكن إحنا نقول الإله المتجسس، ساحر لاهوت لا يتألم، لكن ذاق الموت بالجسد، وده هدف التجسس. فيصبح للفداء قيمة، يقول ارعوا رعايته التي قضيناها بدمه. التفلة بتاع المسيح كان فيها قوة اللاهوت، لمسة لما كان يلمس ويشفي ايه؟ حد. فإيماننا الأرثوذكسي إن المسيح واحد له طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة واحدة تشمل خصائص الطبيعتين، له أقنوم واحد وطبيعة واحدة يشمل كل الخصائص الأقنومية والطبيعية للاهوت والناسوت. فلما جم في خلق الدنيا قالوا إني، معلش النهاردة هتبقى العزة لاهوتية شوية، لكن أنا بحاول أبصر لهم. لما جم في خلق الدنيا قالوا طبيعتين مشيتين وفعلين، فكل الأرثوذكس قالوا لهم نفس اللي قالوا مسطور، كأنكم بتقولوا طبيعتين وأقنومين، لأن الفعل والمشيئة دي من الخصائص الأقنومية. إحنا كلنا طبيعة واحدة، مش كده؟ البشر نوع واحد، نشارك مع بعض في كل الخصائص الطبيعية، لكن الخصائص الأقنومية أو الشخصية بنختلف فيها، اللي هي إيه بقى؟ أنا بفرق، الأم بتفرق بين ولادها بإيه؟ شكلهم، سنهم، سلوكهم، لأن الأقنومية تعني الصفات اللي بتفرد الطبيعة، تفردها. فإذا كان الطبيعة البشرية جسد وروح، هي صفات الجسد والروح اللي يميز الشخص، فيسمى الشكل والسلوك والتصرف. وبالتالي لو قلت فعلين يبقى تاني بقول ايه؟ أقنومين أو شخصين. لكن كل فعل وكل تصرف كان أو عمل بيعمله السيد المسيح بصفته الإلهي المتجسد، سواء يعني عمل ينسب يناسب اللاهوت أو يناسب الناسوت، لكن ينسب كله للإله الإيه؟ المتجسد. فأبانا اتهموا الخلق الدنيين بالمساطرة بالمسطورية، فبدأوا يدافعوا عن نفسهم بعد نياحة البابا كيرلس والبابا ديوسكورس، فعايزين يحاولوا يثبتوا ان هم ماشيين حسب تعليم القديس كيرلس عمود الدين، واستخدموا الفلسفة والمنطق في تحوير وتأويل كلام القديس كيرلس وتفسير المصطلحات اللي هي بيستخدم الطبيعة والأقنوم والجوهر بمعاني أخرى غير بيستخدمها الآباء القديسين. فبدأ البسطاء ينخدعوا، يقولوا احنا بنقول كلام القديس كيرلس،
بس يفسروه ويأولوه بطريقة مختلفة. تعرفوا مثلا زي ايه دلوقتي؟ الكتاب المقدس واحد مش كده؟ لكن نلاقي طوائف كتير. فبص تلاقي ممكن يمسكوا الآية وما يكون طائفة أخرى غير أرثوذكسية ويفسروها بمعنى مختلف. اللي مش فاهم ينخدع، يقول ده بيقولوا من الكتاب المقدس، كل كلامهم منين؟ من الكتاب المقدس. فممكن ينخدع، فما لم يكن عارف المفهوم الأرثوذكسي السليم للكتاب المقدس. فجم في الفترة دهية اللي عاش فيها القديس ساويرس، بدأوا يحاولوا يدوا يغطوا العقيدة الفاسدة بتاعتهم بالقديس كورولوس وبالآباء القديسين. وهنا عظمة القديس ساويرس، بدأ يشرح كتابات القديس كورولوس وقصر ساناسيوس وغرغوريوس بدقة. من ضمن الحاجات اللي عملها كتب كتاب اسمه فيلاليسس. فيلاليسس يعني ده محب الحقيقة. جاب فيه حوالي 244 قول للقديس كيرلس يستخدمها الفلقدونيين بمعاني مختلفة حسب هواهم. أثبت التزوير وحدد التفسير. الكتاب ده اسمه محب الحقيقة. جه في كتاب تاني كبير قوي، كتب أولا رسائل كتيرة قوي، آلاف الرسائل. في كتاب تاني مهم قوي اسمه كونترا جون جراماتيكام، اللي هو ضد يوحنا النحوي. ده كتب فيه كل حاجة وشرح أقوال الآباء وحدد الإيمان الأرثوذكسي بشرح جميل ودقيق. عشان كده تلاحظوا حاجة بقى، النبيل بانكوك واللي بياخد باله من القداس والصلوات الطقسية بتاعتنا يلاحظ حاجة مهمة. لما بنيجي نصلي في القداس في المجمع، ولما يجي الأب الكاهن أو الأسقف اللي بيصلي بيقول تحليل القدام يذكر أسماء الآباء، يلاقي حاجة تلقى أو حاجة عجيبة. مثلا في تحرير القدام بعد ما المقدس نقول ايه؟ من ايه وقت نروح نسوري مثلا كلس اسمع كوز يا بصر السوابة ومارديوس من ببطر يا شيس السواب السويد اسم بنصاق يسكوكس من بعد يسوى سنس لو السريك سنوز بدرس يلو مارديوس لارش يرس. يعني بتقول القديس ساويرس وديسكوروس أن البابا أثناسيوس الرسولي وقبل القديس كورولوس عمود الدين وقبل الكل، وتيجوا بعد كده في القداس في المجمع بعد ما بيتقال ماري مرقس برضه من بيسوري مسلم كريستيس ماركوس يا أبو الصورس يسقوى هو مارتيروس من بطر يا شي الصورس ويرس من بنصال ديسكورس من بعد سوسانوس يسقوى. نروح قايلين برضو البابا ديسكورس والقديس ساويرس قبل الآباء كلهم، مع أني تاريخيا القديس ساويرس وديسكورس جم بعد الآباء دول. ده مش جم بعدهم بس، وتتلمذوا على كتاباتهم وهم معلميهم. الله طب امال اللي قدامهم ليه؟ مش فيها ادميه؟ مش بتلاحظوا مثلا اباء الكهنه او الاسقف او اي حد بتبقى زي الجيش، بيبقى الاقدم فالاحدث فالاحدث، مش كده؟ من غير بدون منازعة كده كل واحد بيبقى عارف دوره، هيقول امتى هيتناول امتى الأقدم الأول.
ودول المعلمين، البابا أثناسيوس بطل حامي يعني بطل الإيمان، القديس كورولوس عمود الدين، بابا بطرس خاتم الشهداء. طب ليه نجيب القديس ساويرس وديسكورس قبل دول؟ وهنا حكمة آباء كنيستنا، لأن لما حصل انشقاقات بدأ في خداعات، يجيبوا الفكر بتاعهم ويستشهدوا ويأولوا كتابات القديس أثناسيوس وكورولوس والآباء القديسين، يقولوا ده يقصدوا اللي احنا بنقوله دلوقتي. فالبسطاء يسمعوا كلمة البابا أثناسيوس البابا كيرلس، لا ما نقدرش نتكلم بقى. فكأن كنيستنا بتقول لنا احنا نستلم تعليم الآباء القديسين دول، أثناسيوس وكيرلس وغريغوريوس وكل الآباء القديسين، من مين؟ من القديس ساويرس وديسكورس بحسب تفسيرهم هم، مش بتفسير آخر. وعشان كده خلي بالكم اللي فيك ويحب يدرس أقوال الآباء، أحيانا في أقوال الآباء بتنشر بره، أو معظمها بينشر بره لأن المخطوطات اتاخدت في المتاحف بره وبتنشر. فلما تيجي تتنشر تبص تلاقي النص بتاع الآباء يكون مثلا محدود كذا صفحة، يتعمل دراسة عليه صفحات كتير. ممكن الدراسة أو المقدمات اللي حواليه تحاول توجه المعاني بتاعته لمعاني مش بتاعتنا أرثوذكسية، خصوصا لما يكون الحاجات دي منشورة مش من مكان أرثوذكسي. فعشان كده اللي يعني في ناس لما بتيجي تترجم أقوال الآباء بتترجم كله، المقدمات اللي بتتحط والدراسات والتحليل بتاع غير الارثوذكس عن القديسين، يشوشوا الفكر. عشان كده احنا ابدا نستلمهم مننا، حتى لو لقينا كتاب مش صادر من جهه ارثوذكسيه ماليش دعوه بما قبله وما بعده، ولا بالحواشي ولا بالتعليقات، اتعامل مع ايه؟ النص نفسه. عشان كده كنيستنا تقدر القديس ساويرس جدا، واي حد عايز يفهم او يتكلم في موضوع الكريستولوجي او طبيعة المسيح لا يمكن ان يتحدث عن هذا الموضوع بمعزل عن القديس ساويرس الانطاكي. ممكن يقول لك احنا مرجعنا الاول البابا كيرلس، طبعا بابا كيرلس عمود الدين وعمود الايمان، لكن بتفسير مين؟ بتحديد مين؟ بتاع القديس ساويرس. فعشان كده لازم اللي بيبقى فاهم الحاجات دي يكون واعي، وبناخد ايماننا من ابائنا. وكانت كنيستنا في غاية الحكمة والوعي لما حطت القديس ساويرس في المقدمة هو والبابا ديسكورس. القديس ساويرس له ثلاث أعياد، شوفوا مكرم قد إيه في كنيستنا، عيد نياحته النهارده ودي عيد تاني. عيد إيه وتاني؟ عيد مجيئه إلى أرض مصر، وفي عيد ثالث اللي هو نقل جسده. فنحتفل بثلاث أعياد ليه ويتقري في إنجيل الراعي الصالح. إحنا يعني محظوظين وربنا إن ربنا رتب قدامنا الفرصة أن يكون في مسبح وكنيسة صغيرة في هذه الكنيسة اللي على اسم الشيخ العظيم ماري هيربس، أن تكون هذه الكنيسة وهذا المسبح
باسم القديسين ساويرس وديسكورس. أبائنا وجدودنا كانوا يقدروا جدا، عشان كده كانوا يسموا اسمه كتير. ليه؟ لأن كان المرجع الرئيسي لشعب الكنيسة قراءات الكنيسة والسنكسار والصلوات والتسابيح، فيشوفوا القديسين اللي بتتكرر كتير ويسموها. حديثا بقى الكلام كتير في الميديا وفي الكتب والحاجات اللي بتطلع، ففي ناس ممكن تتأثر بالكتابات والحاجات اللي بتتقال والترجمات أكتر أو تسمع أكتر خارج الكنيسة عن الكنيسة نفسها، فنلاقي التسميات دي قلت. كانت المرة عملت كده دراسة كده أو ملاحظة على الاسم دوت، فبص ألاقي في الجرايد أما كانت الوفيات، ألاقي مثلا في الاسم الثالث والرابع ساويرس كتير، حديثا ما تلاقوش، ما يتسماش كتير. بتلاقي ممكن حاليا تسموا تلاقوا اسم أغسطينوس أكتر. لو أنا سألتكم كده تعرفوا القديس ساويرس أكتر ولا القديس أغسطينوس؟ هتقولوا إيه؟ أغسطينوس. في حين القديس أغسطينوس لا وجود له في الطقس عندنا خالص، ولا في السمسار ولا أي حاجة، لكن لما بدأت الكتابات تنتشر عنه كتير والقصة بتاعته، فالناس بدأت تعرف حتى الأسماء اللي هي خارج نطاق الكنيسة في التداول أكتر من الحاجات الكنسية. عشان كده احنا همنا دايما تعليمنا يكون كنسي، مناسبات الكنيسة تكون حية، ويكون منهج التعليم في كنيستنا مرتبط بالمنهج الروحي اللي وضعه الكنيسة. لازم شعبنا يبقى عارف اباء المجمع اللي بيتقال دول بحسب ترتيبهم، يبقى عارف بحيث لما يسمع الاسم وهو بيتقال يبقى تحضر في ذهنه السيرة والجهاد بتاعه عشان نتمثل بيه. وده بنحاول نعمله، وبنحاول نعلم ولادنا واخواتنا اباء الكهنة والقدام ان هم يكون المنهج كنز، ما تعديش مناسبة وما نبقى الناس مش عارفة احنا بنحتفل بايه وليه، ويكون عندنا الوعي. فهو قديس عظيم، اخواتنا السوريان يقدروا قوي، لكن هو مقدر في كنيستنا اكتر كمان، ولا سيما انه عاش في مصر وتنيح في مصر. واعظم الكتابات اللي كتبها في مصر كتاب ضد النحو دوت، في احدى رسائله قال ان بذل جهد كبير فيه ان كان مطارد، فكان المراجع بتاعته يفضل ياخدها من مكان لمكان لمكان، واتنقل من اماكن كتيره في مصر، فهنا خدنا بركه كبيره وجود مصر وتمسكنا بتعليمه الارثوذكسيه المستقيمه. احنا يعني ركزنا النهارده، اتكلمتكم قبل كده كتير عن سيرته وبعض الحواديت التاريخيه، لكن النهارده قلنا فرصه نكلمكم عن فكره شويه، وان كان مش بالتفصيل الشديد نتكلم حوله، لكن برضه عشان يبقى عندنا فكره. بركه القديس ساويرس وديسكورس تكون معانا والى ان نرجع تاني للابد.